بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دلوقتي يا جماعة احنا ان شاء الله جولتنا النهاردة سيف جيلر الرياض، حي النهضة، شارع سلمان الفارسي. هنا طبعا عارفين ان العروضات بادئة من 10 لـ70%، وفي حد من الاخوات قال لي صور لنا الخلاطات اللي عليها عرض. دي ماركة اديسون اهو، الخلاط ده جميل، الشفشق بتاعه او الجاك بتاعه ازاز، هو لتر و800 ملي، والوات بتاعه 1200 واط، يعني قوي ما شاء الله. والقاعدة بتاعته ستانلس، وفي التايمر بتاعه اهو، وفي من الجنب برضو زراير. دي لها استعمال، بس انا مش عارفة، كان ب327، دلوقتي ب277 ريال. بصراحة كويس ده، للأسف معلوش عرض. برضو هو أديسون، والقاعدة بتاعته ستانلس، والجاك بتاعه إزاز، برضو هو 600 واط، يعني أقل من ده، يعني النص السرعة بتاعته، عشان ده 1200، ده 600 بس، ولتر ونص الساعة بتاعته، لتر ونص. ده على عرض، ده مش على عرض، 185 ريال، ده مش نازل على عرض. ده الابيض ده، ده الجاك بتاعه اكريليك، ولتر ونص برضو، والوات بتاعه 550 واط، كان ب159، دلوقتي بكام؟ 119 ريال. اه، ومعاه مطحنة 2 في 1، وده برضو معاه مطحنة، واكيد ده معاه مطحنة برضو. في ايه تاني؟ الكنوت ده مش عليه عرض، و800 واط، بكام؟ 799 ريال. ده جميل جدا، بس للأسف مش عليه عرض. ده بكام؟ 379 ريال، 800 واط برضو. البراون ده برضو مش عليه عرض، حلو برضو، ست مكتوب بستة في واحد، 800 واط، وكام؟ واللترين 1.1. الكنوت ده على عرض 16 وظيفة، وكام؟ 600 واط، كان ب319، دلوقتي بكام؟ 209. انا بصور لكم الحاجات اللي عليها عروضات. طبعا الكنوت دول مش عليهم عروضات، كل الكنوت دول مش عليهم عرض، او اسعارهم ايه شكلهم اهو من بعيد ومش عليهم عرض. البراون ده مش عليه عرض، البراون ده بقى اللي عليه عرض، كان ب699، دلوقتي بكام؟ 399. معروف ان البراون الماني، بس الله اعلم بقى مصنع في الصين ولا ايه. في ايه تاني عليه عرض؟ صناعة طعام ابيض ستيل، بس مش عارفين اذا كانت دي ولا لا، كانت دي ب1100، هي 1000 واط، يعني قوية. دي اوكارينا، حلو اوكارينا برضو، 199 ريال، و400 واط، ولتر ونص. الخلاط ده اهو، ده مش عارفة ماركته بصراحة، ايه الماركة بتاعته ايه، وهو 1000 واط، يعني قوي، ولتر و800 ملي، حلو ده، يعني 1000 واط ما شاء الله قوي. ده خلاط مع مطحنة هوم ماستر، 267 ريال، ومع المطحنة بتاعته. جانو حلو برضو، بس مش سعره، 123 ريال، 400 واط، ولتر و25%. جانو ده شكله حلو اهو، غير قابل للكسر. يعني ايه غير قابل؟ مفيش حاجة اسمها غير قابل للكسر. 149 بقى ب109، 450 واط، وكام؟ وكم من 10 ملي؟ اهو اربعة في واحد. السيف ده مكتوب ايه؟ خلاط هنا 3 في 1، 300 واط، وسرعتان، 129 ريال،
ده سيف برضو خلاط الأجيال 2 مطحنة 350 واط. خلاط الأجيال يعني القديم، يعني تتوارثه الأجيال. ده طبعا خلاط هامر من جانو، أنا شرحته قبل كده، 4 لتر ما شاء الله، أكريليك مش إزاز، و2200 واط، قوي جدا ما شاء الله. والزرار بتاعته ايه ده هو، وده الجاك بتاعه ما شاء الله، الجاك بتاعه كبير جدا، 4 لتر، 499 ريال. البراون ده قاعدة ستيل ولتر ونص ازاز، بكام؟ 319 ريال. البراون ده بس مش مكتوب عليه كام وات، ده 2 لتر و800 واط، وكام مع مطحنتين، ب249 ريال. دي عصارات بقى جانو، دي صناعة ايس كريم ما شاء الله، بكام دي؟ ب54 ريال. حلوة صناعة الايس كريم دي، من ايه الماركة بتاعته يا جماعة؟ صناعة ايس كريم ملون، شاملة الضريبة 54 ريال. أول مرة بصراحة أشوفها. إيه ده، أنا ما بشوفش بقى، ده أنا باجي هنا كل شوية. حلوة صناعة الأيس كريم دي، لونها برتقالي، والزرار بتاعه حلوة، 54 ريال. حلوة، والوط بتاعها كان بقى عايزين نعرف. ودي اللي بتحط فيها الفكهاية، تنزل على طول كده زي العصارة يعني، بس أكيد بتتلج بقى، فيها حاجة تتلج الايس كريم، ينزل متلج يعني. اما نشوف مشتملاتها ايه يعني، او امكانياتها ايه. معلش يا جماعه تعبتم معايا، بس انا بصراحه اول مره اشوفها، ولا انا ما خدتش بالي منها قبل كده ولا ايه؟ لا ده انا كده قلب الدنيا. الله، هي ايه؟ 200 واط، و50 60 هرتز، وميدن شاينا. ايه اهم حاجة؟ الوات والكهرباء. هي مش واضحة، ايه الوات والكهرباء، 200 واط و50 60 هرتز، ده اهم شيء في الخلاط، في يعني الجهاز. جانو دي ب148 ريال، عصارة فواكه. كنود 799 ريال، عصارة فواكه كنود 700 واط و2 سرعة. مضرب بيت كنود ب189 ريال. هما دول يا جماعة اللي كان عليهم العرض. طبعا هنا مضرب البيت ده خفاق يدوي كهربائي، كان ب129، دلوقتي ب99 ريال من اديسون، او ده ب89 ريال من 129. ده عشان اللون يعني ولا ايه؟ 5 سرعات وكام؟ 200 واط. وده 5 سرعات و200 واط. ده خفاق يدوي كهربائي احمر، 5 سرعات 300 واط. حلو، ده اقوى، 300 ب99 ريال. وده برضو نفسه، بس اللون لون مختلف. هنا يعني الاضاءة صعبة شوية. في ايه تاني ما صورتوش؟ الخلاطة اليدوية دي، الهاند بلندر ده، يعني خلاط يدوي رخامي سرعتان زائد كوب قياس زائد قطعة خفاقة، 400 واط، ده ب139 ريال. حلو، وده برضو نفسه 400 واط ب119 ريال، عشان ده رخامي وده ستيل يعني. ب139 ريال الشكل ده، حلوين برضو، عرضهم كويس. ايه تاني صورت لكم كده الخلاطات كلها، دول مش مكتوب عليهم عرض. البراون ده 750 واط و7 وظايف، 659 ريال، كان عندي امل ان ينزل على عرض. 89 ريال ده خلاط يدوي 300 واط سرعتان. 99 ريال زي ما قلت قبل كده، كنت جايباه، انا جايبه اخوه بالظبط، كنت جايباه ب63 ريال من هنا برضو. السيف دي
قطعت فيتا السيف كانت ب99 دلوقتي ب74 ريال. انا صورت لكم الحاجات اللي عليها عرض. قطعت بصل كنويد ستيل نص لتر ب259 ريال، عشان كنويد يعني كله بيقضي الغرض. 95 ريال القطعة دي من اديسون 400 واط برضو و500 ملي، 95 ريال. 69 ريال حلوة برضو دي، وشفرتين 400 واط برضو ب69، دي برضو ب69 حلوة برضو، ودي ب69 ودي ب69 حلوين. و400 واط ونص لتر اهو حلوين، دول برضو انا صورتهم قبل كده ب99 ريال، 500 واط و7 من 10، 700 ملي يعني، حلوة كبيرة، وست شفرات، دي ستة يعني التلات أسلحة فوق بعض. دي برضو ب99 ريال، نفس هو كله بس لون مختلف بس اهو. الكنوت طبعا لا يعلى عليها، كانت ب209 دلوقتي ب159 ريال، ومعاها القطعة دي هدية، الشفرتين والجاك، ودي ايه حلوة القطعة الهدية دي، قطع غيار يعني. كده يا جماعة انا صورت كل الاجهزة الكهربائية اللي عليها عرض، اشوفكم ان شاء الله في جولة جديدة، والسلام عليكم.